السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم كونيات حلقتنا النهاردة هتكون قراءة كونية جديدة في عالم العناكب سبايدرز السؤال اللي بيتسيل كتير قوي هي العناكب حشرة ولا حيوان طب ايه الفرق اصلا بين الحشرة والحيوان ناس كتير قوي بعفوية شديدة تقول لك طبعا العنكبوت حشرة هي دي عايزة كلام يبقى في البداية كده لازم نفرق كويس بين الحشرة والحيوان وطبعا لازم نعرف ان الاثنين من مفصليات الارجل الحشره والحيوان من مفصليات الارجل اللي هو فايلم ارثروبود يعني تيبيا في مارس يعني ان الارجل لها مفاصل ويبقى الفرق بين الحشره والحيوان ان الحشره لها قرون استشعار الحيوان ملوش قرون استشعار الحشره لها ثلاث ازواج من الارجل يعني سته انما الحيوان ليه اربع ازواج من الارجل يعني ثمان ارجل جسم الحشره مقسم لثلاث مناطق هي الراس والصدر والبطن راس صدر بطن انما الحيوان منطقتين بس منطقتين بس الراس بتلتحم مع الصدر بيتكون حاجه اسمها سيفالوثوركس والمنطقه الثانيه اللي هي البطن الابدومين يبقى هما منطقتين اتنين وبكده يكون العنكبوت حيوان مش حشره من المعروف ان كل العناكب كارنيفورس كارنيفورس يعني ايه؟ يعني حيوانات تتغذى على حيوانات اخرى او حشرات. وتعني كلمه كارنيفورس بانها اكله لحوم. ولا يوجد يعني ما فيش ابدا من العناكب الحقيقيه ما يتطفل على النبات او بيأذي النبات. الحاجات اللي بتأذي النبات علميا بنسميها بالفايتوفاجس. وبذلك تعتبر العناكب الحقيقيه صديقه الفلاح. ليه؟ لانها مفترس عام لكل الافات اللي موجوده في الحقل من تربس ومن وحشرات ذبابه بيضة وكل الحاجات دي كلها. في نفس الوقت ما بتضرش بالنبات. والسؤال اللي دايما بتساله طب لو ما فيش حشرات يعني لو احنا مثلا جبنا عناكب والعناكب دي اكلت الحشرات والحشرات خلصت العناكب هتتغذى على ايه؟ هتتغذى على النبات؟ طبعا لا لانها زي ما قلت في البدايه ان العناكب اكلت لحوم كارنيفورس. وده هيخليها ان العناكب هتتغذى على بعض لانها العناكب بتعيش طبيعه فرديه يبقى هتغذى على بعضها البعض وده ليه لان العناكب زي ما قلت حيوانات مفترسه بطبيعتها ما بتعيش معيشه اجتماعيه بتعيش معيشه فرديه وعايز اتكلم في البدايه كده عن شيء مهم جدا وهي علاقه المفترس بالفريسه قاعده عامه في الحياه، قاعده عامه في الحياه حيوان او انسان، عنوان كبير كده لازم نعرفه، مفيش شيء اخترعه انسان من اسلحه او مبيدات او اي كائن حيواني حشري او حيواني مفترس يمكن له القضاء التام بنسبه 100% على كائن حي ربنا خلقه. يعني مفيش مفترس هيقول لك والله انا هقضي على الذبابه البيضاء هقضي على التربس تماما. الحاجه دي اللي هي القضاء التام على او انقراض اي كائن حي بيكون بس بايد الخالق سبحانه وتعالى فاللي بيحصل عند زياده عدد الفريسه على عدد المفترس يعني عندي عنكبوت وعندي فرائس زي من وكده آه لو لو الفريسه كتيره ده بتدي فرصه للمفترس اللي هو العنكبوت انه يتغذى براحته هو والعناكب الثانيه على الفريسه جميل جدا لغايه لما يشبعه طب لو كانت الفريسه لو كان عندي عنكبوت واحد وعده فرائس مثلا من المن هتلاقي ان ده هيجي لصالح الفريسه التنافس هنا هيبقى بين المفترسات لغايه لما نوصل للتوازن الطبيعي يعني ان ان المفترس هيمتنع تماما عن الغذاء لغايه لما عدد الفرائس تزيد جدا جدا العجيب ده يعني حاجه عجيبه جدا وده انا درسته وجربته بنفسي في في المعمل وعشان نعطي صورة كاملة مبسطة جدا عن عالم العناكب وعائلاته المختلفة عائلاته المختلفة التي تبلغ حوالي 60 عائلة بيندرج تحتها حوالي 30 ألف نوع عنكبوت هنتعرف بصفه عامه كده عن كيفيه التفرقه بين او التفرقه بين اهم الانواع عن طريق العيون زي ما احنا شايفين دلوقتي لو احنا بصينا على اللوحه ديت ومعانا عنكبوت هنشوف ان طبعا الـ الـ اي عنكبوت في الدنيا هتلاقي فيه عيون متوسطه هما ليه 8 عيون من 6 عيون ل 8 عيون نوقف هنا يا محمد هل 8 8 عيون متوسطه اثنين اه فوق واثنين فوق اثنين تحت واثنين فوق كبار وهتلاقي على الجنب عيون اصغر منها وفوق خالص عيون اصغر وفي عيون نهاريه وعيون ليليه عيون بتبقى غامقه شويه نهاريه وعيون بتبقى فاتحه شويه اه لا عيون غامقه بتبقى نهاريه وعيون فاتحه بتبقى ليليه واحنا لو بصينا على انواع العناكب ديت مثلا لو مثلا تعمل زوم يمنى شويه على نوع من انواع العناكب مثلا اجلندي هنشوف الأجندة دي هنا انه هو كام عين اتنين أربعة ستة تمانية هتلاقي اتنين صغيرين على الجنب بالشكل ده بالظبط واربعة فوق بعض كبار خلاص أنا لو مسكت عنكم هتلاقي بالظبط هي رسمة رسمة العيون بالشكل كده نشوف حاجة تانية مثلا ده السريده دي ودي من الحاجات اللي, احنا بنستعملها في مكافحه الافات المكافحه البيولوجيه للافات جميله جدا هتلاقي عينين كبار قوي وعندك هنا ثمان عيون اربع عيون فوق بعض اثنين واثنين كبار وهتلاقي على الجنب اثنين عين عينين صغيرين يعني ببساطه قوي نقدر اي حد يقدر ياخد اللوحه دي او يصورها كده ويبتدي يتعرف على النوع من الانواع طبعا دي الانواع اللي موجوده يعني الانواع الـ الـ وده السلتسدي دي اللي هنتكلم عنه النهارده باستفاضه قوي هتلاقي ليه عينين كبار قوي اتنين في الوسط وفي اربعه صغيرين اتنين اربعه سته سته عيون هتلاقيهم اه صغيرين على الجناب وتلاقي عينين كبار جدا جدا معروفين وهنعرف يعني خلي بالكم من ده لانه هيقابلنا كتير وبكده هنعرف وده اللايكوس دي من الحاجات اللي منها الولف سبايدر هتلاقي عينين كبار وفي اربعه صغيرين واتنين فوق معروفين بنفس الرسمه لو مسكنا الرسمه ومسكنا اي عنكبوت او سبايدر وبصينا على الرسمه ديت هنلاقي تمام جدا نقدر نتعرف على العيله وبعد كده ممكن يعني لو انت بروفيشنال شويه تخش على الكي بتاع العيله تعرف النوع ده هايل جدا خلاص يبقى إيه احنا عرفنا ان في عيون صغيره تقدر تفرق بينها ببساطه لو مسكت اي عنكبوت جميل جدا آه دلوقتي نخش على حاجه تاني من العناكب آه في عنكبوت آه عنكبوت بتيجي في الميه وقارنتها بموضوع الصور الموضوع مش صعب جدا يعني مش صعب قوي انك انت تقارن العناكب ببعضها او العائلات ببعضها آه سهله قوي انك تتمسك اي عنكبوت وتعرف تفرق ايه العناكب دي موجودة ايه. في بعض العناكب اللي بتعيش في المية. يعني انا عندي هنا بعض الـ 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 العناكب الصديقة للفلاح زي ما قلنا. وفي بعض العناكب اللي بتعيش في المية. أه طبعا كل ده موجود بمفاتيح تقسيميه العناكب اللي بتعيش في الميه حاجه ودي طبعا دلوقتي احنا عايزين نتفرج على نوع من انواع العناكب اللي هي الاجنله دي اللي هو الفانل ااا آه آه الفانل سبايدر يعني في بعض العناكب بتلاقي مثلا بتعيش في الارض وبتعمل فانل كده الفانل هيبص هي بتاخد هي بتيجي اسمها ويت اند هانت يعني يعني تستنى تاخد كده ولغايه لما تيجي الحشره على طول بتبقى عارفه مقاس الحشره تروح تيك واخده العنكبوت وتخش وتخش بيه العش بتاعها وطبعا العش زي ما احنا شايفين تي مغطى بالخيوط الحريريه ده حاجه اسمها ويت اند هانت ده من انواع الأجليندي يعني عيله اسمها أجليندي عادي جدا وفي بعض العراق يعني بتستطيع التسلق على الجدران وطبعا هي بتستطيع ان على الجدران بس الجدران لازم تكون ما تقدرش تت... لازم تكون خشنه ما بتقدرش تتسلق على الجدران الملساء وفي بعض الانواع اللي هي معروفه بارجلها الكبيره المليئه بالشعيرات اللي يبلغ طولها من 12 ل 18 مللي يعني طول الارجل هنا اطول من طول الجسم وبتتواجد ايضا على الاعشاب الصغيره وافرع الشجرات وبنلاقيها على زاويه المباني وبتعمل خيوط اشبه بانبوبه مفتوحه من الجانبين ويجلس العنكبوت في هذا الكمين ممددا ارجله على اهبه الاستعداد كده منتظر منتظرا اهتزاز خيوط العنكبوت، ليعرف ان هناك حشره او فريسه، تمر ب يعني بتمر بالقريبه منه. فبيخرج من مخبأه زي ما احنا شفنا كده ينقض عليها وياخدها للتغذيه جوه. وفي بعض الانواع الثانيه ده اللي اسمه الأجليندي في بعض الانواع تابعه برضه لعائله اجلينيدي بتلاقيها دائما تحت الماء بتعيش في الميه. اسمها ارجيرونيتا ارجيرونيتا اكويتيكا اجيرونوتيك أو بيسموه بالووتر سبايدر اجرونوتيكا اجرونوتيا اكويتيكا زي ما احنا شايفين ده طبعا الحته اللي بتلمع دوت طبعا كلمه اجرونوتيكا جايه من كلمه بيلمع باليوناني يعني دايما تلاقيه في حته كده فقاعه هوائيه في فقاعه هوائيه تحته كده اهي بتدي حاجه زي الفضه بتدي حاجة زي الفضة ومن هنا جت الاسم بتاعه بيعتبر العنكبوت الحقيقي الوحيد اللي بيعيش تحت الماية بصفة مستمرة وهو بدأ من أن يبني شبكة عنكبوتية اللي هي الويب اللي احنا هنشوفها نجده بيتمسك بفقاعة هوائية لنبات مائي وهو وراه برضه فقاعة هوائية يعني بص هنا في فقاعة هوائية بي بي طبعا بيتغذى على القشريات والحشرات والجمبري والارقات اللي بتعوم تحت الماية آآ ولازم طبعا آآ ل... عشان يتغذى بيمسك بفريسته بي يرجع بيها بنفس الغرفه بعد ما يمسك ف... بالفريسه بتاعته تلاقيها داخل للغرفه اللي هي بتاعت الفقاعه الهوائيه دي اللي بنسميها دايفنج بيل يعني بيحط الفريسه بتاعته في الفقاعه الهوائيه وبيرجع تاني وطبعا كلمه ارجيرونيتا جايه من كلمه ارجيروس ارجيروس تعني باللغه اليونانيه فضي يعني حاجه فضيه فطبعا بص هو دايما هنا في كيس كده فقاعه هوائيه لازقه في جسمه من تحت بطنه بتدي له نوع فضي وده اللي جه منها الاسم بتاعه اللي هي الكيس الهوائي اللي عايش في الميه على طول بيتغذى على الجمبري والقشريات والحشريات وكده يعني ودايما الفقاعه الهوائيه او الكيس الهوائيه دي تجدد نفسها من وقت لاخر على سطح الميه والتنفس فيها على فكره في عنكبوت الميه ما بيختلفش كتير جدا من حيث المبدا عن الانواع الارضيه القريبه منها طبعا عايزين نتكلم تاني ده موضوع العناكب ده موضوع كبير قوي 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 لو لو فرضنا له مثلا 20 30 100 حلقه مش هيقضيه انما انا عايز ادي فكره على العناكب بصفه عامه بحيث لو اي حد يتفرج على الحلقه يبقى عارف العناكب دي شكلها ايه هنتكلم عن حاجه اسمها الاوروب ويب اللي هي سبايدر ارينيدي عائله ارينيدي وزي ما هنشوف بعد شويه كل عائله من علاقه العناكب من عائلات العناكب تتميز بشكل معين لنسيج خيوطها فمعظم العناكب الصانعه للشبكات العنكبوتيه اللي هي الشبكه المعروفه دي بتاعت العنكبوت اللي هي بتبقى على المغارات وحاجات كده ذات الشكل الدائري المعروف تنتمي لعائله اريني دي وهو النموذج المعروف لكل الناس عن النسيج العنكبوتي لما تيجي تروح تقول له العنكبوتي يقول لك اه دي الشبكه الويب دي زي ما احنا هنشوف دلوقتي اه دلوقتي احنا نوقف هنا ونتفرج على على الفيلم ده اه نشوف دلوقتي العنكبوت أه اللي بيعمل ويب ازاي بيصنع هو دلوقتي بيلضم بيجيب السبينر بتاعته اللي هي الغازلات وبيربط واحده في شجره وفي المركز وبيربط واحده تانية في شجره بيعمل سلاسي كده سلس أه تريانجل يعني ثلاث مثلثات وبياخد من الوسط يروح رافع تاني على الحته او نفس الشجره اللي أه جاب منها الفرع زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بيرجع تاني بص هنا اه بياخد من المركز اهو بيعمل خطوط شعاعيه، بيعمل خطوط شعاعيه من المركز خطوط شعاعيه بنظام دقيق غير عادي. وبعد كده بيعمل خطوط دائريه، يعني بيربط الخطوط الشعاعيه دي ببعضها بخطوط دائريه زي ما احنا شايفين بالظبط كده. آه العجيب بقى انه بيبتدي عشان ده, ده طبعا ده بيعتبر امبيش او كمين، اهو بيعمل اهو خطوط دائريه بعد ما عمل الخطوط الطوليه الشعاعيه بيعمل خطوط دائريه بهندسه آه غير عادية آه طبعا ده بيعتبر آه يعني عش ليه او مكان يسكن فيه بس هو في الاصل آه المكان ده او الـ او الـ او الخيوط ديت عشان الصياد الفريسه لذلك بيحط لها حاجه اسمها بولس او ماده صمغيه على الخيوط دي هنشوفها في نوع تاني برضو من انواع السريدي دي هنشوفها في فيلم تاني آه بوضوح بيعملها خيوط صمغية بحيث لو جت حشرة بتعمل فايبريشن كده أو ابتزاز وبعدين تتلزق في الخيوط ديت فيجي وهو ياخدها يلفها الغرابة بقى إن الحشرة ديت بعد ما بتتلزق في البولة بتقطع الخيوط دي يوم هو بيعملها تجديد تاني بهندسة فائقة فائقة الجودة يعني بيرجع نفس الهندسه تاني وبياخد بياخد الحشره دي بيخزنها لو جعان اوكي بياكلها مش جعان بيخزنها جميل طبعا بنجد ان العنكبوت دوت ينتظر ان تسقط الحصر على هذه الخيوط وتلتصق بالماده اللاصقه اللي احنا قلنا عليها اللي هو صنعها بنفسه ككمين لفرائسه زي ما هنشوفها اسمها البولس ثم يهجم عليها وهناك عائلات اخرى بقى تتشابه مع هذه العائله في شكل الخيوط ولكن ليس بها الكرات اللزجه يعني نلاقي اورب ويب ولكن ما نلاقيش فيها الكرات اللزجه هنتكلم على حاجه اسمها الولف سبايدرز او العنكبوت الذئب اللي هي عائله لايكوسيدي وهي من العناكب السريحة اللي بيسموها فيجابان، فيجابان يعني متشرد لأن م... يعني شرسة جدا. تعيش معيشة حرة تحت سطح التربة في مخبأ أو كمين وتخرج لاصطياد فرائسها وتعود هذه وت... وتعود يعني بت... بتصطاد وترجعه في المخبأ زي الفانل الويب كده وطبعا العائلة دي تتعرف على فرائسها بحاجة دي هي طبعا نظرها ضعيف. من شكل سير الحشره هي حافظه شير الفريسه بتاعتها شكلها ايه وبتجري عليها طبعا ما ويب انما بتبقى حافظه شكل الفرد اللي هتاكله شكله ايه وافراد هذه العائله معروف عنها العنايه الامويه اللي هي البروت كير او الماتيرنال كير او العنايه الامويه يعني الام بتعتني باولادها كويس قوي لان في بعض العناكب بعض انواع العناكب بتتغذى على صغارها. حيث نجدها تعتني بكيس البيض و... 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 وبتظل صايمه لا تتناول اي لون من الوان الطعام طول ما القيس البيض موجود ويتمثل هذا الصيام طبعا الصيام ده بيكون اثناء فتره وضع البيض بس وحضنته يعني طول ما هي قاعده جنب الصغار بتاعتها الزبادة لينج والبيض ما بتاكلش خالص ولا طبعا بتاكل عيالها طبعا يعني من الملاحظ ان اناس هذه الانواع تقوم بصنع خيمه من الحرير في فتره وضع البيض تضع فيها البيض يعني بتعمل خيمه كده بتحط فيها البيض وهنشوف بعد شويه اكياس البيض دي بتشكلها ايه. وبعدين بتقيم تحت الخيمه دي اقامه دائمه، يعني ما, ما لا تغادر هذه الخيمه آه واكياس البيض بتاعتها آه اثناء فترة حضانه البيض. آه علما بان هذه الفترة تختلف طولها باختلاف الانواع، يعني في واحده مثلا نوع بيقعد سنه، في نوع بيقعد شهرين، في نوع بيقعد حسب الانواع. وعلى اي حال هذه العناكب تظل صائمه. ما تتناول شيء من الطعام، الامر اللي طبعا اللي بيخلي افراد النوع ده هزيله وضعيفه، يعني الانثى بتبقى هزيله وضعيفه من انها ما بتاكلش. وطبعا الصغار احنا بنسميهم سبايدر لينك اللي هي الصغار اللي بتطلع. بنلاقيهم بقى في النوع ده الولف سبايدر حاجه غريبه جدا بيصعدوا على ظهر الام زي ما احنا شايفين دلوقتي. أه وقاعدين يعني احنا هنقرب كده عاملين زي العقارب بالظبط هنعمل حلقه ان شاء الله عن العقارب ونشوف الموضوع دوت قريب جدا من سلوك العقارب بيصعدوا بيصعدوا على ظهر الام اللي هو بطن الام يعني وبيتجاوز عدد الصغار بتاعتها او السبايدر لينج ال فرد في وقت واحد وهي قاعده لا بتاكل ولا بتشرب ولا اي حاجه يعني سبحان الله يعني لو نقرب شويه هنلاقي بص الافراد بتمشي بتمارس حياتها جدا جدا بتتغذى حتى على الام والام ثابته ما بي يعني اعتناء تام يعني أمومة غير عادية وبعد كده العيال بتنفصل أو السبايدر لينج ده بينفصل عن الأم وبيمارس وبي حياته عادية ودورة الحياة بتستمر زي ما احنا شايفين دلوقتي أهو بعض أنواع وبعض أنواع من هذه العائلة تعيش بالقرب من المياه وبتقدر تمشي على سطح المياه يعني انواع من الولف سبايدر اللي هنشوفه بيقدر يمشي على سطح الميه طبعا الجنس ده بنسميه بيراتا جنس بيراتا ده تلاقي العنكبوت ماشي على سطح المايه ما بينزلش وبيبتدي يصطاد فرائسه من سطح المايه زي ما احنا شايفين اهوت طبعا الليكوسي دي كله معروف شكله كله معروف واقف على سطح المايه بيصطاد بيشوف رزقه يعني يصطاد بيمشي عادي جدا على سطح المايه ويبتدي يشوف الحشرات اللي تحت القشريات اي حاجه يبتدي ياكلها طبعا من المعروف ان كل عائله من عائلات العناكب لها شكل مميز في بناء في بناء عشوشها. إيه اللي بيبنيه ويب واللي بيبنيه على شكل خيوط واللي واللي بيبنيه على شكل سكافولدنج إيه يعني انما النوع ده ما بيعملش ويب النوع اللي هو في في الميه دوت اه لا ما بيعملش ويب هنقف هنا يا محمد شويه ونشوف النوع السبايدر طبعا احنا قلنا النوع اللي تحت الميه اللي هو الووتر سبايدر ما بيعملش بيستبدل الويب بتاعته بايه بالفقاعه الهوائيه بتاعه نباتات هنا برضو هيحتاج ويب في ايه ما هو ماشي على سطح الميه الراجل وبيمد احد ارجله بيصطاد اللي هو عايزه ما فيش اي مشكله خالص نشوف بقى الحاجات اللي بتعمل الويب نوع من انواع عائله ثريدي دي ثريدي دي ديت لما نيجي نتكلم بقى بتعمل حاجه على شكل سقالات سكي, فالدينج، سكي فالدينج، سآلات على بعض كده نجد ان العنكبوت برضو بيوضع الماده الصمغيه اللي بنسميها البولس اللي ذكرناها قبل كده على الخيوط لاصطياد فارستو العجيب ان العنكبوت ده لا يلتصق بهذه الماده زي ما قلنا لانه هو بيحط البولس دي او الماده الصمغيه بخريطه مرسومه بيبقى حافظها العنكبوت عن ظهر قلب ليست عشوائيه فطبعا وهو ماشي بيبقى عارف الموضوع عايزين بس نوقف هنا ويجيب لنا الماده في الميه بتاع الـ الماده في بتاعة بتاعت السريدي دي نشوف ايوه اهو ده السريدي ده اهو هنقرب منه شويه هنقرب ممكن نجري شويه عشان نشوف البولس بص عاملها ازاي عاملها على شكل سقاله يعني ده السريدي دي اه عاملها على شكل سقاله مش عاملها على شكل ويب ده نوع من انواع السرير دي على فكره الانواع دي ما بتاخدش وقت في التربيه وممكن نستعملها في في المكافحه البيولوجيه للافات في الحقل يعني صديقه الفلاح قوي وانا مجرب النوع ده كويس بعض انواع من من العائله دي هنيجي نقرب كده نبص نلاقي ان الخيوط بتلمع في الشمس هنلاقي عليها كرات اي ابتدت تلمع اهي هنلاقي عليها أه أه بولز او بولس بولس يعني جمع بول اللي هي كوره هنلاقي عليها كوره لازجه لو نمشي شويه اه اللي عليها الحاجات اللي بتلمع دي كرات سمغية بنقرب اللي عليها كرات سمغية الكرة السمغية ديت ما بتتشفش سبحان الله لما بتمشي عليها الحشرة بتتزق فيها وبترجع تاني تجدد قيود العنكبوت مرة تانية وفي بعض انواع اخرى يعني عجيبة الشكل بتنسج آه بتنسك بتمسك خيوط الـ الـ تنسك الخيوط كمصيده وشبكه بتفردها على الفريسه هنشوف ده بس بعد الفصل الصغير وارجع لكم تاني اتكلمنا قبل الفصل ان في بعض انواع العناكب غريبه جدا بتعمل حاجه زي الشبكه كده تقعد تمسكها زي ما هنشوفها دلوقتي واول ما تيجي وهي شكلها غريب جدا يعني بيبقى شكل العنكبوت عامل زي الشجر فطبعا عامل كوموفلاش يعني بتيجي اول ما بتحس بالحشره تروح ماسكه الشبكه دي رمياها على الحشره الحشره طبعا طبعا نوع العناكب ده اسمه جلاديتور سبايدر او العنكبوت الصياد العنكبوت الصياد ده زي ما هنشوف دلوقتي حاجة غريبة جدا شكله كده عامل زي اهو بينسج الـ الـ الشبكة بتاعته من السبينرتس السبينرتس بتبقى في البطن واقف هنا يا محمد شوية اه من السبينرتس في البطن شوف شكله عامل زي عامل زي ورقة الشجرة حاجة غريبة جدا والسبينرتس هنا بشوف الشبكة بي او بينسجها على أساس إن هو يرميها على ال على الحشرة الغريب طبعا هنتكلم على موضوع الشبك دوت هو طبعا يعني في ناس يقول لك والله ده اهون البيوت لبيت العنكبوت، ازاي الحشره بقوتها ما بتقدرش تفلت من خيوط العنكبوت دي؟ سبحان الله، فاتضح ان خيوط العنكبوت دي ليها الستيسيتي او مرونه غير عاديه يعني بتقدر تتمدد فلما بتتفرش لما لما بتنزل على الحشره الحشره مهما بقوتها وبعضلاتها ما بتقدرش تفك الخيوط دي ودي يعني سبحان الله من حكم ربنا انا شايفين اهو عامله زي بالظبط عملت حاجه زي الشبكه كده وهي عامله زي فرع الشجر يعني الحشره ماشيه كوموفلاش يعني تمويه اول ما تنزل الحشره تروح رميها عليها خلاص انتهت الموضوع هي بتبص هنا بعينيها طبعا هي الحشرات دي نظرها ضعيف ولكن بتقدر تتميز شكل الحشره وهي ماشيه بس انما ما بتعرفش حشره شكلها ولا شكلها ايه انما بتتميز وبعدين بتروح ماسكه الشبكه بتقيس مكان الحشره او مكان رجلها المقاس بتاعها وعارفه شكل ان دي حشره وده مفترس طبعا أتكلم عن الفرمونات او تروح رميها ايه رميها على الحشره خلصت حصل بص بتعمل ايه بعصبية ب... 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 يعني سبحان الله انما ما بتقدرش تفلت الموضوع ده وهي بقى ممكن على فكرة تاكلها او تاخدها الامبش بتاعتها او المخبأ بتاعتها وتبتدي تنسج عليها الخيوط العنكبوتية وخلاص يعني سبحان الله كل عيله من عائلات العناكب عايزه دراسه مستفيدة ولها شكل في السلوك ولها شكل في البهافير بتاعها ولها شكل في افتراس في رئيسها ولا تفضيل يعني في عائله او نوع يفضل الفريسه دي عن الفريسه دي موضوع كبير جدا جدا انما احنا بنختصره عشان ناخد عالم العناكب يعني هيد لاين كده او سطور عامه يعني. هنتكلم دلوقتي على نوع من عناكب الثانيه اسمها عناكب القافزه الجامبيج سبايدر اللي هي عائله سالتيسيدي من العائلات الجميله قوي 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 والعائله دي على فكره تمثل 13% من جمله انواع العناكب اللي موجوده في الدنيا وهي بتشتمل على حوالي 5800 نوع اللي هي عيون يعني من الـ من الـ من الانواع الجيده الرؤيه، يعني اللي بتبص كويس جدا الفيجن عندها كويس جدا. طبعا بتستخدم الفيجن دي او الرؤيه دي في الصيد والتزاوج والسير. وعلى فكره هي يعني نهاريه النشاط، يعني دايما تصطاد في النهار، مش زي انواع تانية بتبقى ليليه. طبعا احنا شفنا ان راينا ان ليها اربع ازواج من العيون في بدايه الكلام بتاعتنا، تصطاد رئيسها نهاريا يعني الصبح بفضل نظام ابصارها الحاد بخلاف كتير جدا من العائلات الاخرى والعلم ان معظم العناكب تكون ضعيفه الابصار يعني احنا قلنا ان معظم العناكب بتكون الابصارها ضعيف ولها اعين غامقه تسمى الاعين النهاريه واعين فاتحه بتسمى بالاعين الليليه ذكرنا دوت وطبعا ده موضوع كبير قوي انما يعني عايزين نخش ونستبحر في في موضوع العناكب اكتر يعني العناكب القافزه ده لها نظام غريب جدا 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 يعني هي بتقفز ازاي هي عندها رجلها ليها عضلات في الرجل لا قال لك بتقفز بالنظام الهيدروليكي ايه النظام الهيدروليكي الداخلي ده قال لك ليها نظام هيدروليكي داخلي عجيب كامل التطور يجعلها تمدد اطرافها بواسطه تغيير ضغط السوائل الجسم يعني بتغير ضغط سوائل الجسم اللي هو الهيموليمف وده بيجعل العنكبوت يقفز بدون ان يكون لديه ارجل لها عضلات طويله زي ما موجود في النطاطات اللي هو الجريس هوبرز بتغير ضغط ضغط الجسم اللي هي السوائل فبتقفزها بتقدر تقفز يعني وجميع انواع العائله دي تستطيع ان تقفز بمسافه تقدر باكبر من طول الجسم بمرات عديده وانواع هذه العائله حريصه جدا فبتلاقيها عند القفز على فرائسها عجيب قوي بتروح عامله ايه بتنسخ خيط تربطه في جسمها اللي هو خيط العنكبوتي وتروح قفزه بحيث لو ما قدرتش تسقط على الفريسه بتاعتها بتروح عامله زي السلبه كده ترجع تاني بالسلبه دي للمكان بتاعها يعني يعني حريصه جدا زي واحد بالظبط ماسك بينط من جبل وماسك الخيط ده وبينزل والله عشان لو وقع على حاجه كويسه ما تعوروش اوكي ما وقعش يرجع تاني بالسلبه ديت او الدباره دي اللي كان متعلق بيها فده سبحان الله يعني يعني دي برضو خيوط العناكب ليها وظائف بتختلف من عيله لعيله ومن نوع لنوع يعني حاجه غريبه سبحان الله يعني آه ومن غريب في العيله دي كمان انها تنقع خيوطها الحرارية بالفرمونات طب احنا في حلقة, في حلقه القليل وكيميكال اتكلمنا على الفرمونات والسكس فيرمون وكده يعني في حلقه في حلقه قبل كده بتنقع خيوطها في الفرمونات وده بيسهل لها الاتصال بغيرها والاتصال من اجل الميتنج او التزاوج والاختصار وانواع معينه من العيله دي بالتجربه اثبتت انها تستطيع التعلم والادراك حاجه غريبه جدا يعني تقدر تتعلم وتقدر تدرك وتقدر تتذكر الالوان تشوف ده لون ايه ولون ايه وتقدر حاجه غريبه جدا يعني وهنشوف ده ازاي يعني. وبناء على كده بتكيف هذه الصفات في صفة رئيسها وده هيوضح في حكاية العنكبوت المتحلم دوت اللي بيدرك وعنده خبرة سبحان الله هنشوف ده طبعا مع بعض قدام شوية لما هنتكلم عن سلوك التزاوج في العناكب القافزة اللي هي السلتزة دي او الجامبينج سبايدر بس في الاول خالص عايزين نعرف يعني ايه الفرق بين الذكر والانثى في العناكب بصفة عامة يعني أه نعرف نشوف الميتينج بيتم ازاي أه دائما الذكر هتلاقي الملمس بتاعه اللي هو البيتي بالب يعني هو الملامس الفكيه عندك الفك فيه ملمسين كده زي الاجور كده اسمها ملامس فكيه البيتي بالب أه دائما بتلاقي الذكر الملمس ده متضخم شويه ليه متضخم شويه لانها بجواها انبوبه فيها السائل المنوي اللي هو السيمينال دك وانا هوريكم رسمه دلوقتي يا ريت ينزلها حسن دلوقتي اي أيوة يمنى نزلها لنا ايوه اهو ده الملمس الفكي وعليه السيمينال دك فتلاقي طبعا الذكر الملمس بتاعه بيبقى متضخم على الانثى فكده نعرف نفرق ايه الفرق بين الذكر وايه الفرق بين الانثى وده سهل جدا ذكر آه... في عائلة العناكب القافزة اللي هو جامبيج سبايدر هو آه شعيرات ريشية ملونة أو مقزحة يعني في ألوان قزح اللي هي إريديسنت هير يعني الذكر بيبقى ملون وشكله جميل كده آه بتعطي ألوان الطيف كلها في وقت واحد ولا بعض التركيبات المختلفة على آه رجليها الأمامية وبعد هذه التحورات وهذه الصفات بيستخدمها الذكر في عمل كورتشيب للانثى او مغازله الانثى. اه طبعا الذكر النهارده لما بيجي طبعا في في, في تزاوج العناكب الموضوع مش سهل يعني الذكر لازم ي ي يقدم فروض الطاعه ويقدم مغازله والانثى لازم تديه الاشاره انها انها قبلته ولا ما قبلتوش لانه هو لو قدم فروض الطاعه وقدم لها هديه وابتدى يرقص وابتدى واستعرضه ما عجبهاش ده خلاص التاكل انتهى ده انتهى ده ده تمن حياته غلطه انه اختار غلط. أه وهنشوف دلوقتي ازاي الذكر لما بيجي يتقدم لانثى طبعا هي بتنقع الخيوط بتاعتها في عنكبوة في فيرمونات وبتقول هي اللي بتطلب ان انا يعني مستعده للميتج اه مستعده لل للرقص. فبنلاقي طبعا الدانس سبايدر بقى الذكر بيجي بيعمل استعراضات هايله اه تعالوا بقى نتفرج عليه دلوقتي نشوف الذكر آه ازاي ازاي بيرقص وازاي بيغازل الانثى. يلا تعالوا نتفرج مع بعض معانا. Dance. dance for his life he will need a show stopping trick. To avoid becoming lunch, with his fan unfurled, he begins an ever more complicated series of dance moves to try and seduce her. last she succumbs to his advances and allows him to mate with her. سبحان الله زي ما شفنا ااا آه... الذكر قاعد يرقص ويقدم فروض الطاعه بس على فكره وهو بيرقص اه اه وهو بيرقص هو سامع يعني الانثى سامعه طنين بعض الذكور تاني طبعا اللي هي ناديت لكل الذكور هنوقف هنا يا محمد شويه هي هي طبعا ذكر ده الذكر اللي ابتدى يستعرض القوي اللي ابتدى يستعرض قصادها ويرقص وتمام التمام انما هي زي ما قلت نقعه خيوطها العنكبوتيه فيرمونات بتدعي كل الذكور فهي سامعه طنين بعض الذكور الناس بتطبل ليها فهي بتختار فهو دلوقتي ممكن يرقص وما تعجبوش يعني ما يعجبوش رقصها مش هتقول له يلا يلا من هنا يلا انت ورقصك لا 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 خالص هتروح واكلاه عادي جدا وتبتدي تدور على ذكر تاني انما اللي حصل هنا في النهايه ان الذكر ده عمل ميتنج آه انه دخل البيدي بالب بتاعه اللي هي الملامس الفكيه في الفتحه التناسليه ونزل السيمنز وحصل الاخصاب وطبعا هو هنا هارب بجلده هو هنا هارب بجلده لانه عنده خبره في الموضوع بعد ما حصل الميتنج او نجح الاخصاب لو الذكر قعد ثانيه واحده ده اتاكل لان هي بذلت مجهود انما لو قدر يهرب زي ما احنا شفنا هي بحاجه جميله جدا ونفد بجلده هي الانثى يعني شغل عناكب بصراحه يعني مش هترحمه لانه هو لو ما هربش واتجوز مره تانية لو لو عمل ميتنج مره تانية وما اتكلش يعني مش هيقدر يعمل المره التالتة لان الانثى في اغلب الاحيان بتتغذى على الذكر تماما وعندها فضول عندها مثلا 20 30 ذكر عايزين يعملوا ميتنج فهي بتنقي واحد منها بيستعرض قوي فالباقي خايفين منه انما لو حصل ميتنج من ده خلاص ما يقدر يقرب لها تاني اكلت اخينا الوادي الملون دوت الذكر الملون الجميل ده التاكل ما عجبتوش لما لا عجبه رأسها ولا عجبه شكلها ولا ولا هي عجبته هو ما عجبهاش يعني فالتاكل فبتدور على واحد تاني لغاية لما يحصل الإخصاب بعد ما حصل الإخصاب ما فيش ذكر يقدر يقرب لها تاني طبعا الذكر هنا زي ما احنا شفنا بيعمل إشارات معينة بيفهم منها انها قبلت الزواج يعني هو ما بيخشش كده اوانطة لا ده هي هي بتعمل اشارات معينة وهو بيعمل اشارات معينة آه خلاص فبيروح طالع على ظهرها وبيدخل السائل المنوي بالملامس بتاعته زي ما احنا شفنا زي شفنا من شوية انما لو الاشارات دي ما جاتلوش لا ما يقدرش يقرب لازم يجيله اشارة معينة يبقى متأكد مليون في المية انها قبلت قبلت التزاوج انما طول الفترة دي ممكن على فكرة تقعد شهر بيقعد يغازل الانثى لمده شهر واكتر وبيقرب منها على استحياء تام يعني جواز العقارب عقارب مفترسات طيب اذا حدث اخصاب بيحدث واحد من اتنين اما ان الذكر يهرب زي ما احنا شفنا وكده يكون الذكر تعلم وفهم الدرس بالخبره اللي هتعمله مع الانثى ولو يعني ادى الامان وفضل من مكانه لا ده اتاكل بقى ده خلاص انتهى يعني التجربه الاولى والاخيره للذكر في انه نسي واطمأن للانثى تكون دي نهايه الذكر تماما لخطأه الاول والاخير طبعا تاكله الانثى وتتغذى عليه لانها داخله بقى على تربيه عيال وسبايدر لينج وشغلانه شغلانه قصه تانية يعني اللي احنا شفناه دلوقتي تقريبا تقريبا بيحدث في كل انواع العناكب وان يختلف بعض الشيء من عائله الى اخرى انما ده تقريبا بيحدث في كل انواع العناكب اللي احنا شفناها في بعض انواع العناكب اللي هي بتعمل كورت شيب اللي هي مغازله مختلفه شويه تلاقي الذكر جايب هديه حشره بعد ما اصطادها وهي لسه كويسه كده وهو عارف ان, الح... إن مراقب الانثى بتاعته ان الانثى بتحب النوع ده من الاكل النوع ده من الحشرات يروح مقدمها لها لفه حلوه كده جميله ومرح لها ولا خدي الهديه دي ممكن ساعتها تقول له ياد يلا من هنا انت والهديه بتاعتك مش هيمشي لا ده هي تروح قايل له يلا كده تروح واكله الهديه واخده الحشره واكلاها وبرضه هجم عليه واكلاه لا هو وهديته وفي نفس الوقت تبتدي تدور على ذكر تاني يعني ينال اعجابها وينال استحسانها. فذكر ليه بيقترب باطمئنان وهنا الذكور وهنا الذكر ممكن يدفع ثمن حياته ثمن حياته لمغازله فاشله. حيث انه الانثى ما بتعجبوش لا تعجبه راسها ولا هديته فتاكله وكده ضاع راسه ومجهوده وعمره هباء تمن انه فكر انه يختار الانثى المعينه دي جميل سبحان الله يعني آه آه يعني آه آه سبحان الله يعني سبحان الله عالم العناكب ده عالم غريب قوي العلماء احتاروا ولم يجدوا اي تفسير لهذه الظاهره ننتقل بقى لعائله ثانيه وهي ترانتيولس اللي هي العناكب الكبيره قوي اللي هي من عائله سيرافوسيدي العائلة دي بتضم حوالي 900 نوع من العناكب اللي متعرفين ده اللي هم متعرفين لغاية دلوقتي، ومعظمها يعني غير قاتل للإنسان ولكن هي لدغتها زي لدغة الدبور مش أكتر يعني. وممكن تتغذى على فكرة على فيران وثعابين وسحالي وحاجات كده. مش هي دي القضية، هنمشي نخلينا ماشيين. ترنتيولاس دوت، أهو طبعًا من هي بتاكل فرانة أهي. ترانتيولاس ده مش مشتق اسمه من مدينة ترانتو في جنوب إيطاليا. من هنا جت كلمة ترنتيولاس وبتطلق على العناكب الكبيرة اللي بتعيش في في الارض. وهي تقريبا يعني شبيهة قوي بالولف سبايدر اللي احنا قلنا عليه. العناكب دي منها على فكرة في في كمبوديا بلد كمبوديا بيصطادوا العناكب ديت وبيتغذوا عليها وبيوعوها وسوق عجيب جدا يعني. يا ريت نشوفها دلوقتي يا يمنى السوق السبايدر الترنتيولا ده وطعمه جميل قوي 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 يعني ياخدوا يصطادوا العناكب اللي هي الترنتيولا ديت مش خطر على الانسان وياخدوها يبيعوها صحيه اما انك تطبخها بنفسك او هم يحمروها ويعملوا صوص كده جميل قوي بالتوم وبتاع وياكلوها وبيض العناكب اللي احنا شفناه معرفش احنا جبنا فيلم ب... عن بيض العناكب ولا لا او في وقت اه ده السوق اهو جايبين الترنتيولات حاطينه اللي عايز يشتري يعني يشتري عنكبوت يطبخه هو بنفسه مفيش مشكله اللي عايز ياخده مطبوخ مفيش مشكله اهو يعني متحمر وزي الفل محمرينه في يعني تيكاوي يعني وبعدين اه بتاخده بقى بعد ما هو متحمر كده يقدم لك فيه سوس جميل بالتوم وبتاع حاجه كده زي الدقه يعني والناس مبسوطه وعايشه وده بيض بقى بيض الترانتيولا اللي انا كان نفسي اوريه لو في وقت يعني في الحلقه اه بيض الطرطيو ده بيقول لك والله ده غني طبعا بيض كيس بيض مليان بال بالبيض بتاع بتاع العنكبوت فالناس تاخده زي ما هو كده او تحمره وتاكله يقول لك غني جدا بالبروتين يعني خطير يعني عباره عن كيس مليان بالبيض يعني حوالي فيه مثلا من 500 ل 1000 بيضه فبيقول لك غني جدا من البروتين فبياخده هنا يحمروا العنكبوت طعمه يقول لك جميل جدا جدا ويحطوه في السوس وياكلوه حاجه كده هايله جدا جدا والبيض بتاعه انا نفسي بس لو في وقت نشوف البيض بتاعه اللي جوه الكيس البيض لو نشوف حسن كده اهو بص هنا السوس اهو حاطه في سوس وبياكله حاجه جميله يعني يقول لك يعني الناس دي يعني في صفور في صفور في صفور طبيعي فدورة الحياة بتاعت العناكب على فكرة في في, في الاخر كده هو العنكبوت طبعا بعد ما يحصل تزاوج بيحط الكيس البيض في بعض العناكب بتبقى بتعمل رعاية أموية وفي بعض العناكب بتاكل يعني ما بتعملش رعاية أموية بيفقص الكيس اه كيس البيض اهو جميل قوي بناخد كيس البيض اهو ده طبعا اللي بعد ما حصل تزاوج العناكب بتعمل بتحط البيض بتاعها وبتغزل عليه غزل عنكبوتي كده هنشوف دلوقتي هو بيفتح كيس البيض هتلاقي جواه البيض نفسه البيض ده بيفقس ليه لينج في, الـ في الأنواع العادية هتلاقي لي السبايدر لينج حوالي تلات أزواج من الأرجل بعد كده بيحصل انسلاخ الانسلاخ بيدي فرد شبيه بالام يحصل انسلاخ تاني بيحصل تكسب بقى بين الذكر وبين الانثى في مرحله يرقيه معينه تختلف من نوع الى اخر ومن عائله الى اخرى بس كله طبعا بيتفق ده طبعا كيس بيض الترانتيولا كبير شويه انما الاكياس الانواع التانيه بتبقى اصغر منها وعدد البيض بيبقى اقل بالطبع يعني بس احنا اخترنا النوع ده عشان يبقى البيض فيه واضح وشكله واضح وبعد كده بيحصل الفول جرون طبعا الفول جرون في الترانتيولاس بيقعد بتوصل مثلا بقى من من 3 سنين ل 5 سنين عمر الانثى في العناكب الكبيره بيوصل الذكر 10 سنين الانثى من 30 ل 40 سنه يعني الانثى الترانتولس اللي احنا قلنا اللي شفناها بتتاكل دي بيوصل عمرها اللايف اللي... سبان بتاعها من 30 ل 40 سنه الانواع الثانيه اللي... الليكوسي دي ممكن سنتين ثلاثه اربعه آه في انواع بتبقى ثلاث اربع اشهر اللايف سبان بتاعها آه خمسة اشهر في انواع ست اشهر اه بتختلف درجة الحياه طبعا الموضوع كبير جدا احنا لو فردنا آه الموضوع العناكب دوت هنختار يجي 100 حلقه ومش هنقضيه انما يعني احنا حاولنا نغطي العناكب كلها او صورة عامة للعناكب اتمنى انك تكونوا يعني وصلت الصورة دورة الحياة التزاوج كده يعني واشوفكم الحلقة الجاية